مساء الخير. هل أصبحت وسائل التواصل الاجتماعي منصات لنشر أسرار عائلية ومشاكل شخصية؟ هناك فنانين ونجوم بيلجأوا في هذه الأيام إلى المنصات الرقمية لنشر خلافاتهم طبعاً وأسرار عائلية وتفاصيل شخصية. البعض بيرفض ما يسمى بالعامية نشر الغسيل كما يقال أمام العلن وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، والبعض الآخر بيعتبر أنه هذا الموضوع تحديداً هو للفت الأنظار ولفت الانتباه. أما شريحة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي فهي متضمنة مع هذا الانفتاح إلى العلن تحت مسمى الصراحة والمكشفة. خلونا نتابع. معنا من القاهرة رئيس تحرير موقع اعلام دوت كوم الأستاذ محمد عبد الرحمن. أستاذ محمد مساء الخير وأهلا بحضرتك معنا. يعني في هذا الموضوع البعض بيرى أنه نشر تفاصيل دقيقة عن الحياة الشخصية هل هو أصبح موضة بيتبعها البعض أو يعني بيعملوا عليها، وليه الموضوع أصبح شائع بشكل كبير مؤخرا؟ يعني من حوالي 5 أو 6 سنوات كنا بنكتب دائما ان احنا بنطالب الفنانين بالدخول الى مواقع التواصل الاجتماعي حتى لا يتركوا الفرصه للذين ينتحلون اسماءهم على هذه المواقع. كانت هذه ظاهره منتشره جدا ما بين 2011 حتى 2013 2014. للاسف الشديد الفنانين ومعظم يعني معظم النخبه يعني عندما دخلوا على هذه المواقع يعني لم يقدموا إضافات إيجابية بشكل كبير، بل أنهم لجأوا إلى سلوكيات سلبية نلوم عليها الجمهور. يعني كنا نلوم الجمهور أنه يعني سيدة تكتب مشكلتها مع حماتها، رجل يشتكي من زوجته، طول الوقت الناس تفسر المنشورات وترجعها إلى واقعها شخصية، ما لم نكن نتوقعه خصوصا في العامين الأخرين أن يلجأ هؤلاء إلى مواقع التواصل الاجتماعي أو النجوم إلى مواقع التواصل الاجتماعي للتعبير عن مشاكل مختلفة. تأكيد هذه ظاهرة سلبية جدا وهي مرفوضة في رأيي الشخصي، لأن أثرها السلبية أو أثرها المؤسفة تمتد لسنوات طويلة، يعني حتى لو فرضنا أن بعضها قد انتهى في حاله يعني. لكن البعض بيشوف أستاذ محمد أنه طيب ما هو لو شخص عادي ليس مشهور أو مش في الوسط الفني من حقه أو ما حدش بيعترض لو نشر تفاصيل حياته الشخصية ونشر مشاكله على السوشيال ميديا، والنجوم هم بشر أولا وأخيرا، ممكن يكونوا بيحبوا يشاركوا مشاكلهم مع أشخاص يسمعوهم أو يدلهم النصيحة، هل ده مبرر شايفه لانتشار التفاصيل الشخصية بشكل كبير على السوشيال ميديا للنجوم؟ بالتأكيد لا، لأن احنا أصلا بنطالب الناس العاديين بأن يتوقفوا عن نشر خصوصياتهم على مواقع التواصل الاجتماعي. بالتالي عندما يجدون النجوم الذين هم من المفترض أنهم قدوة يفعلون ذلك، فكيف سنطالبهم بالتوقف؟ كما أن هناك فرق بين أن يكتب مثلا فنان أنه يحب كتاب معين أو أنه يتذكر موقف قديم أو أنه يفضل نادي معين، وبين أن يعني يدخل في مشكلات وصراعات مع زملاء الفنانين أو يهاجم أفكار أو نظريات معينة ويصبح ترند ولكنه ترند سلبي. مثلا هدي مثال بسيط، في فنانة هي فنانة وإعلامية نشرت فيديو وهي تمارس تمارين رياضية بشكل مختلف مع ابنها، لا من حقها طبعا أن تسجل هذه الفيديو، من حقها أن تلعب مع ابنها، ولكن لو سألت أي شركة بي آر، لو سألت أي حد مستشار في مجال الميديا هيقولها لا تنشري هذا الفيديو. هناك فرق ما بين أن تمارس شيء داخل منزلك وأن تجعله متاحا للملايين. أكاد أخشى أن بعضهم بدأ يفعل ذلك من أجل الخروج في البرامج للدفاع، من أجل أن يعود اسمه مرة أخرى إلى محرك البحث جوجل. يعني أعتقد أن هذا أصبح هدفا مقصودا لدى البعض، لكن البعض الآخر ربما تفلت منه أعصابه. يعني كان هناك أزمة في نهاية رمضان الماضي أن فنانة هجمت نجمين شهيرين بسبب يعني شمتت في فشل مسلسلهما. طبعا هذه خلافات شخصية تطفح أو يعني تصعد إلى سطح السوشيال ميديا
ميديا لان اصحابها لم ينجحوا في حلها في جلساتهم الخاصه. وهنا بنتكلم عن هذا النوع من المشاكل لما يكون في بالعاميه خناقه بين اشخاص مشهورين او معروفين، او خلينا نقول انه في حد عنده مشكله معينه بفنان مشهور وبيتم نشرها، هل هو بيسعى لتعاطف الجمهور؟ يعني هل الخطوه دي في بعض الاحيان بتفيد الفنان، بيكسب تعاطف، بيكسب شعبيه اكبر؟ هو بيبقى نوع من انواع تسريع حل المشكله. يعني كان في برضه فنانه اخرى هجمت فنان لانه عملها بشكل سيء في اللوكيشن. المفروض انه ما قبل السوشيال ميديا احنا بنقدم شكوى، احنا بننسحب الحين لاعتذار، لكن هي صرعت وكتبت بوست انتهى بعدها ب 24 ساعه بجلسه صلح قادها نقيب الممثلين. مثل هذه السلوكيات تسيء الى الفنانين بشكل كبير، بالتالي لكن هي استطاعت تحصيل حقها في النهايه من خلال السوشيال ميديا من هذا الموقف. يعني نعم، ولكن ليست هذه الطريقة، لأن ما يبقى لدى النجوم لدى الجمهور أنه بصوا شوفوا الفنانين بيعملوا إيه في بعض، وهؤلاء الفنانين بعد 10 سنين بعد 5 سنوات لو حصلت أي مشكلة تانية هيتم استرجاع المشكلة القديمة. بالتالي أنا كفنان ممكن أبقى أمارس كمواطن عادي أن أنا حصلت لي مشكلة في جهة حكومية فأكتب عنها، رحت مستشفى وكان في خدمة سيئة ممكن أكتب عنها، لكن الخلافات وتبادل الاتهامات وتبادل الألفاظ ونشر خصوصيات المنازل بحجة أنها أن هذه حرية، أعتقد لا. ولو رجعنا كان في الفنان مثلا شريف منير والفنان احمد فهمي واسماء اخرى دخلت في مناوشات كثيره مع الجمهور خلال العام الماضي، لا اقول في 2021، ولجأت بعد ذلك الى الهدوء لان الخسائر اكبر بكثير جدا من المكاسب. قد تكون المكاسب في لحظتها جيده ان تشعر ان الكل يتكلم عنك، لكن بعد قليل الوضع بينقلب الى زاويه اخرى اعتقد انها غير ايجابيه. وهنا نحن نتكلم عن الجمهور او عن الناس، بعض الناس بتقول طب هي ما هو الجمهور نفسه او متابعين السوشيال ميديا هم من يبحثون عن الفضائح، هل فعلا ممكن لوم الجمهور على اتجاه الفنان ان هو يقدم ماده انه الجمهور يتكلم عنها؟ هي مسؤوليه مشتركه ما بين الناس وما بين الفنان. الناس لو قعدت يومين ثلاثة حاليا يا أستاذة مروج وما لقيتش موضوع تتكلم عنها بقت بتحس ان في شيء ناقصها. بالتالي على المجتمع وعلى النخبة ان تحاول الغاء هذه الفكرة، ان نحاول صناعة ترندات ايجابية. لكن في نفس الوقت ما اقدرش الوم الجمهور ان هو فاتح الفيسبوك الصبح فبيلاقي الناس بتتكلم على أزمة ما بين 2 من الفنانين وبيحاولوا توقع الأسماء وبيحاولوا ينحازوا، وهناك من ينحاز لهذا للطرف وينحاز للطرف آخر. علي أنا كنخبة وكفنان وكمثقف أن لا يعني أنزل إلى هذا النهر، لأنه يعني الغرق هو مصير أي شيء، أي محاولة، يعني الناس هتقعد تتفرج عليا وأنا بحاول أن أنا أطلع منه. يعني معلش أنا بحاول أقول تشبيه قريب، لكن في النهاية يعني مش من مصلحة الفن المصري ولا الفن بشكل عام انه يكون كل قضايا هي هذه القضايا، لان هذا الامر يظلم اي انتاج فني ايجابي. احنا طول عمرنا كنا بنتكلم على افلام على مسلسلات، ما بنتكلمش على فنانين على اشخاص. طيب خلينا نتكلم ننقل الموضوع لزاوية مختلفة، لانه في بعض الموضوعات لما بيتم مشاركتها على السوشيال ميديا من مشاهير بيتم اعتبارها شجاعة وجرأة، زي وقائع مثلا التحرش الجنسي، خصوصا مع وجود حملة عالمية اللي هي كانت حملة بتدعو انه الضحايا هذه الاعمال ان هم يتكلموا عنها. لكن امتى هذه الموضوعات او نشر هذه التفاصيل نعتبر ان هو تخطى الحدود المسموح بها؟ فيما يتعلق بقضية التحرش الجنسي تحديدا او الاغتصاب الزوجي ومثل هذه القضايا، اعتقد ان هنا السوشيال ميديا تلعب دور ايجابي، بشرط ان يكون المدعي فعلا عنده حق ولا يستخدمها للتشهير. هنا دي نقطة اللي احنا دي الجدل بقى استاذ محمد، تتلقف هذا الامر. يعني هو ده كان سؤالي ليك، انه ازاي نقدر نثبت؟ ما هو ممكن تكون كل هذه الادعاءات كيدية. ما هو هنا ده دور الصحافة، ان هي لما بتيجي تتحول هذه المادة الى اخبار، يعني في زوجة او مطلقة عملت فيديو ضد زوجها، هي عملت حاجة جميلة جدا قانونية انها ما قالتش اسمه. كويس، مسألة الحروف الاولى وكل الناس لما نيجي لازم ما نفسرش الاسم الا يعني كل الناس خمنت وكل الناس ايوه تمام، الا بحرص شديد، يعني لازم التعامل يكون بحرص شديد. لما هو بيطلع بقى يدافع يبقى خلاص القضيه بقت علنيه. هنا
هنا المفروض، عشان كده مثلا في بعض المنشورات اللي بتنتشر على بعض المدونات او كده بيبقى ما فيهاش اي اسامي وما فيهاش اي مؤشر، فهنا بقى التعامل لازم يكون بالرفض لمثل هذه الادعاءات. لكن انا كصحفي او احنا كجمهور بنضطر ان احنا نتعامل مع هذا الموقف. كل ما نريده هو عدم اتخاذ مواقف سريعه، الانتظار، الصبر. نفس الرجل الذي ادعت مطلقته انه تعرض لها بالاغتصاب الزوجي، بعدها بيوم او يومين او ثلاثه طلعت اتهامات اخرى بالتحرش من فتيات اخريات. هنا احنا قدام قضيه راي عام، قضيه مجتمع، ما ينفعش ان انا اتجاهلها. لكن اكيد هناك فرق بين هذا وبين ان تخرج ممثله لتشمت في نجمين لانهما لا يستعينان بها في اعمالهم بسبب فشل المسلسل، او ممثله كبيره في السن توجه اتهامات لممثل شاب هو نفسه سعيد بهذه الاتهامات لانها تعيد الى الترند مره اخرى. يعني يجب ان نفرق ما بين القضايا التي تؤدي الى تحسن في المجتمع والى مواجهه قضيه او مرض مثل التحرش والاغتصاب الزوجي، وما بين الترندات التي قائمه على قيام الفنان بفعل غير مألوف او كتاباته راي شاذ، في قضيه اخرى برضه في ازمه محمد مع زميله. نعم. لنجد الناس تتكلم في لا شيء وانتشرت بشكل كبير، وكان في اتهامات لشخصيه معروفه بانها كان في تحرش منها لبعض يعني الاشخاص اللي بتعامل معاهم بدون الدخول في التفاصيل، لكن ما في يعني كل الاثباتات كانت عباره عن رسائل، والكل يعلم انه التقنيه مكنتنا من كل شيء. هل في طرق قانونيه لمعرفه او تتبع الحقيقه؟ وفي حال ان الموضوع دخل للقضاء، يعني اصلا ليه هذه الامور يتم نشرها على السوشيال ميديا؟ المفروض تذهب الى القضاء مباشره. يعني هو للاسف احنا طول عمرنا حتى قبل السوشيال ميديا بنقول ان القضاء بطبيعته بياخد وقته. بقى فكره يعني كان زمان لما يبقى في قضيه بتيجي في الجرايد كتير بيتقال تحولت الى قضيه راي عام، وده بيضغط على القضاء طبعا. الان الكل يلجا للسوشيال ميديا لضمان الحمايه، لضمان انه ان الناس تتعاطف معه. هيفضل المعيار هو هل انت على حق ام لا. عشان كده دايما بتكلم انه لازم يعني الجهات الحكوميه والمدعى عليهم ان يتحركوا قانونيا. لو انت فعلا على حق روح، يعني روح ارفع قضيه، اتحرك قانونا صح عشان توقف هذه المشكله. هل لدينا تجارب استاذ محمد انه القانون نصف اشخاص تم مهاجمتهم على السوشيال ميديا اخذوا حقهم؟ هو ممكن ما يكونش نصف، لكنه لم يثبت التهمه عليهم. يعني من الناحيه القانونيه لم تثبت التهمه عليهم. لكن حتى الان ما لقيناش يعني قضيه كان فيها ادعاء كامل بهذا الشكل، انه كمان الناس ساعات بتعرف تميز اذا كان المدعي فعلا عنده حق ولا طالع يشوه. ده برضو موجود. خلينا نقول ان احنا في مرحله ممتده من التجارب في هذا المجال، عشان كده لازم نفرق زي ما قلت ما بين القضايا الجاده اللي ممكن يكون فعلا فيها اعتداءات حصلت وحصل قريب. كان في مصمم ازياء من يومين ثلاثه كان عليه نفس القضيه، وكان في مصور النجوم كان في ثلاث قضايا تم تفجيرهم عبر انستجرام في حوالي 10 ايام وانتهت باختفاء بروفايلات المدعى عليهم. ولو كانوا هم على حق اكيد كانوا هيدافعوا وينفوا عن نفسهم التهمه. فلازم نفرق ما بين هذه القضايا مثل التحرش الزوجي وغيرها طبعا، علشان يقدر ان هو كمان يعني يشارك بشكل ايجابي في انه ينحاز الى الحقيقه وليس الى ولا يتخذ احكاما سريعه. أنا بشكر وجودك معنا من القاهرة رئيس تحرير موقع اعلام.com الأستاذ محمد عبد الرحمن، شكرا جزيلا لوجودك معنا.